مرحبا بجمهور برنامج صالون أصوات. هذه الحلقة مع المهندس المعماري فكري بن عبد الله. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على مساهمة الهندسة المعمارية في بناء الحضارة المغربية، وأيضا بعض القضايا التي يعني راكمتها تجربة أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد وأيضا على المهندس المعماري في المغرب. السلام عليكم أستاذي الكريم. بداية ممكن تقدم لنا نفسك ومن أجل يعني التعريف بها عند الجمهور. سيدة بشرى، أهلا وسهلا. هذا الشرف لهذه الوكالة متواضعة باش تستقبلكم وتستقبل الأصوات والطاقم اللي كي رافقكم، وانتم مشكورين عن ذلك. ففكري بن عبد الله مهندس معماري، تكون ليكول ناسيونال دي بوزار في باريس، خريج من تلك المؤسسة في 1980. فمنذ ذلك أو قبل ذلك زدت في الرباط وقريت في الرباط، ومن طبيعة الحال نضلت في الرباط، ومن بعد غادرت الوطن العزيز من أجل الدراسة. عند ذلك الحين عشت أيام أو سنوات قوية، يعني على المستوى الشخصي، على مستوى الأنشطة يعني النضالية أو الثقافية في باريس. وكان عندي انحكاك بطبيعة الحال مع جميع الفئات السياسية اللي كانت كتواجد آنذاك في باريس، وتصادف هاد الظاهرة هذه في حياتي مع استرجاع الأقاليم الصحراوية. وكانت نضالات قوية من هاد، وكان حوار بطبيعة الحال اللي هو الدال ساهم بدون شك في التطورات الحديثة اللي كيعرفها البلاد، انه بلادنا ولله الحمد اليوم غادي في المكتسبات في هذا المجال هذا، خاصة في الاقل ما يرجع للمسار ديال الاقاليم الصحراوية ديالو. فمن بعد ملي دخلت مباشرة خديت مهام عمروني بمسؤوليات، وكان لي الشرف والحظ باش نقود المسيرة ديال جماعة التقدم البعضي، دوار الحاجة، دوار الدوم إلى آخره. فكانت واحد السنوات جميلة جدا قوية في الصراعات الى اخره، وحاولنا، وكان من اجمل ومن اروع الفروع اللي كيعرفها المغرب في يعني فيما يرجع بطبيعه الحال للحزب اللي كنتمي له، وهو بطبيعه الحال هو فيما يرجع لي الحزب التقدم والاشتراكيه، اللي كنظن بانه لعب واحد الدور قوي في حياتي وعطاني تكوين تكميلي ديال اللي عطاتني المدرسة، وعطوني الآباء والتربية، أظن وساهم بكيفية قوية في التصور ديالي ديال العلاقات مع الآخرين، مع الناس البسطاء، والكيفية كذلك العلاقة اللي عندي مع العلاقة القوية اللي عندي مع العمل، مع الشغل، avec le travail، avec l'effort، والمجهودات اللي كنقوم بها في العمل ديالي. وعلى اثر ذلك خديت مهام ريسبونسابيليتي انتريسانت في لا ديريكسيون دو لوربانيزم، في مديريه التعمير، ترأست قسم التعمير والهندسه المعماريه، ومن بعد
قريت في 17 سنة في المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين، وساهمت في التكوين ديال العشرات ديال المهندسين المعماريين اللي اليوم دورهم مسؤولين أو عندهم أسماء، يعني يعني عندها وزن في الساحة. ومن بعد ذلك فتحت في سنة 90 هذه الوكالة الخاصة، الأجنس فكري بن عبد الله الأرشيتكتور، اللي نعمها الله بواحد طاقم جميل جدا، بواحد العائلة، بواحد الأسرة اللي خلقتها بدون شك، تخلقت بكيفية تلقائية، لأنه من خلال التشجيعات ومن خلال التضامن اللي كيوقع وراء أي مشروع كان، تخلقت واحد الأخوية، واحد الجو عائلي اللي قوي، اللي ساعدني باش نقوم ببعض المشاريع اللي عندها اليوم كتبات واحد الصفحة في تطور الهندسة المعمارية كيفما كانت. بطبيعة الحال كنعتبرها أنها متواضعة، ولكن أنا فخور بالعمل اللي قام به الطاقم ديالي في هذه السنوات كلها. وآخر ما يمكن أن يقال، وهو خلقت مع بعض المناضلين كالسي عبد الكريم بن نالي، كالسي نور الدين شمعو، كالسي احمد حرشي، والعداد يسرى عنور، والعداد ديال المناضلين، خلقنا جمعيه سميتها ذاكره الرباط سلا. فهاد الجمعيه الهدف ديالها هو تطوير وترسيخ اليقظه حول ما هو أي أمر يعني يتعلق بمسار التراث المادي والتراث اللامادي من طبيعة الحال، وباش نجعلوه من تدريجيا من بشريا اقتصاديا وهيكليا ما بين سلا والرباط، واحد الشأن مشترك، واحد المحيط اللي هو ما فيش تفريق، ما فيش عدم المساواة الهيكلية إلى آخره. وكذلك نعتبره على أنه الرباط وسلا هي من طبيعة الحال المدينة كتبقى مدينة الرباط كتبقى هي العاصمة ديال البلاد، ولكن يمكننا نقولوا باش من نسهلوش على اللي كيبغي شي شويه يطعن في سلا من الرباط ولا يطعن في الرباط من سلا، تنقولوا على بان هذه الجمعيه هذه وليده مدينه ابي رقراق، يعني الرباط والسلام. الرباط والسلام. اكيد لنا عوده الحديث عن مسارك النضالي وانتمائك الحزبي، لكن السؤال اليوم المطروح هو ما هي وضعيه المهندس المعماري في ظل أزمة كورونا وكوفيد 19؟ هل يعني كان هناك نمو اقتصادي أم لم يكن هناك مردودية على الوكالة وكالتكم؟ من طبيعة الحال أولا أنا بنفسي عانيت من كورونا هذه 5 شهور ولا 6 شهور، وكنحس على أنه مازال بعد على المستوى الصحي على المستوى الشخصي، ولكن بواحد الكيفية اللي هي يعني خفيفة، ولكن اللي مازال مأثرة رغم ذلك على 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 الصحة ديالي، ويكون خير إن شاء الله. ف ما كاينش شي يعني شي ميدان ديالكم، الميدان ديالنا، الميدان الثقافي، الميدان السياحي، وعدد ديال يعني ديال الانشطه الاقتصاديه اللي ما تقاسش شيء بهذا الداء، لانه كل احنا كان ما بقيناش اليوم يلاه عايشين في واحد البلاد اللي هي مسدوده على 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 بعضها، ولكن
احنا مفتوحين على العالم، وهاد كاين انعكاسات من أكيد طبيعة الحال أزمة ديال هاد عالمية. أزمة عالمية اللي كان عانينا منها. فالعدد ديال المشاريع باش يمكن نقولوا زادت، يعني كثرات الأزمة اللي عايشينها هما لي زاركتيكت يعني في بلادنا، يعني مشى هادشي تصاعدا. ف يعني هاد الوضعية هادي بصراحة كنعانيو منها بواحد الكيفية قوية، لأنه في أي مجال تصرفات أو تستثمر مرات يعني الغلافات المالية ديال البلاد خصها بناية، أكيد خصها بناية كيفما كان الشأن في الصحة، في الرياضة، في الثقافة، في التعليم إلى آخره. فملي الدولة كتعاني من واحد الشأن، يعني من واحد الشأن معين ديال الوباء، بكيفية مباشرة البنايات تتأثر. والتعمير ونمو القرى كيعانيوا من هذا الأمر، ومن وراءهم ماشي غير المهندسين المعماريين اللي كنتمي لهم، وكذلك المهندسين المدنيين والمقاولات ومكاتب الدراسات إلى آخره. أكيد. ما هو دور الهندسة المعمارية في المجتمع؟ يعني لها دور، يعني تساهم في بناء المجتمع، يعني على المستوى الثقافي، على مستوى التنمية الثقافية. الدور اللي كتلعبه الهندسة المعمارية في أي بلد من البلدان، عاد قلت لكم بأنه في أي مجال خص بناية، بغينا نقراو، بغينا نعسو، بغينا نقطنو في المدينة أو لا في القرى، بغينا نمشيو نداواو، بغينا نمشيو نلعبوا الرياضة، نمشيو للمسرح، نمشيو نخدمو، نمشيو المعمل او الاداره الى اخره، خص بنايه. ف بلادنا لا يفخ مع الله، يمكننا نقولوا من البلدان اللي كتميز تاريخ معماري عريق من جهه، وعنده اختصاصات متعدده الاصناف، متعددة الأشكال، متعددة مواد البناء، متعددة التنظيم الهيكلي ديال كل قرية إلى آخره. فقلت لكم إلى انطلقت مثلا من لي دون أو الصحراء المرزوقة إلى غاية الرشيدية والمنطبعات، يعني ديال مريرت داك الحجر الى اخره، والمرتفعات ديال الاطلس بالثلج ديالها، وتهبطوا على فاس سايس، وتوصلوا مثلا للغرب، ومن بعد الساحل الاطلسي. فهذا كله زعما في كل بنايه كتنطبع، كت عندها خصوصيه، وعندها الشكل اللي كيناسب داك المكان، اللي كيناسب داك يعني لي كونديسيون فيزيك، يعني المكونات الطبيعيه اللي كتشكل او كتميز بها داك الجهه ديال الوطن. فمن غير ذلك من طبيعه الحال وقعت منذ انتشار القرن العشرين، بداية القرن العشرين، واحد الوضعية بطبيعة الحال اللي يعني وضعها المستعمر، ولكن اللي كان عندها واحد تأثير فعلي على التجربات الهندسية الدولية اللي كانت كت آنذاك مواكبها التيارات الفلسفيه والتشكيليه والادبيه الى اخره، واللي كتجلى كذلك في التقنيات ديال البناء والتطور ديالها. وبلادنا استفدت من هذاك العطاء في التكوين ديال المدن، في
في الحي... في 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 لا سوفغارد، يعني المحافظه على على التراث، على التراث المعماري. كاين واحد الفتره اللي لعبت واحد الدور مهم في الاشكال والتيارات الهندسيه المعماريه في بلادنا، لانه منذ الابتداء ديال عهد الحمايه طورت الهندسه المعماريه هنا في المغرب، خاصه في المدن الهامه بحال الرباط، بحال فاس، بحال مكناس، بحال الدار البيضاء مثلا، على شبه في الصويره الى اخره. فهاد هاد التطورات هذه جلبات مهنيين كبار اللي كونوا ائتلافات مع مهندسين معماريين مغاربة، من يهود، من مسيحيين، من مسلمين الى اخره، وخلقوا المدرسة الوطنية ديال الهندسة المعمارية منذ عشرات السنوات. والرباط والدار البيضاء خاصة يمكننا نعتبروا على ان هاد المدن كمتحف مفتوح للسماء، لانه كل شارع، كل بنايه كتنبثق لواحد تيار معين، لانه الشكل ديال المنافذ، الشكل ديال مواد البناء، الشكل ديال الالوان، الشكل ديال الزخرفه الى اخره، كينتمي لواحد المدرسه دوليه اللي من طبيعه الحال استنتجت كذلك ما هو المد الخام ديال الهندسه المعماريه الاصيله ديال المغرب، واعطات هاد التراكمات الجميله اللي اليوم كتكون. ف من جهه تراث معماري اللي هو هائل منذ قرون متعدده، اصيل اقول قروي وحضاري، واللي زاد عليه من طبيعه الحال هذا العطاء، لانه بغى الله على انه يكون المغرب في واحد الموقع اللي كيتجذر في افريقيا وكيتفتح لاوروبا الى اخره. وهاد الى كوم بور لا ميوزيك لو كوستيم الى اخره، يعني هاد البلاد تفتحات للعالم. واليوم يمكن نقولوا بانه من الناحيه الطبيعيه، من الناحيه البشريه، من الناحيه التاريخيه، الهندسيه الى اخره، بلادنا من اجمل بلدان العالم. الا ترى بانه يعني مع امتداد هذا المد يعني السكن الاجتماعي والاقتصادي، الا ترى بانه اثر يعني على معالم البناء المغربي الاصيل؟ تيظهر لي بانه كاين تاثير ملحوظ، وكاين بعض الاغلاط كذلك قاموا بها البعض من اللي التجأوا الهندسة المعمارية الأصيلة بدون ما يكونوا خداو المعلومات، بدون ما يكون عندهم المعرفة اللازمة من أجل استعمال ملامح أو توظيف الهندسة المعمارية والأشكال ديالها، الهندسة المعمارية الأصيلة والتطوير ديالها. لأنه اللي لاحظنا هو كان واحد النوع في الثمانينات خاصة، كان واحد النوع ديال التشويه ديال هذه المعالم الأصيلة، لأنه حاولنا نستعملوها بدون ما نكونوا درسناها بكيفية معمقة، بدون ما نكونوا فهمنا الكيفية ديال التسطير ديالها والتنظيم ديالها الجمالي والجيومتري. فعلى من تقع المسؤولية في نظرك؟ أظن على أنه كانت واحد الإشارة رسمية يعني لو روتور لهاد الهندسة الأصيلة، ولكن في نفس الوقت كان داك الإشارة كانت
هل هو هاجس الربح لدى المقاولات؟ فالمقاولات من طبيعة الحال إلا ما كانش المهندس معماري ما مهيئش لذلك، غنقولوا المقاولة، المقاولة كتبني على حساب التصميم اللي كتعطيها. فاليوم أظن على أنه نعمني الله أنا أعوذ بالله ما قلت أنا نعمني الله بجوج المشاريع هامة اللي تقدموا اللي من واحد منهم الحفاظ وترميم جامع القرويين مدينة فاس اللي كان من أسرع من اللي كان من أهم المشاريع اللي قمت فيها اللي قمت بها. فكذلك فندق النجارين ترميم وخلق متحف المهن متحف يعني الخشب والمهن ديالو. فهاد جوج ديال المشاريع يعني يمكن لي نقول بانه يعني الكيفيه اللي يعني استعملناها على صعيد التنظيم على صعيد الدراسات على صعيد المشاركه المختلفه ديال الاخصائيين. شو المهندس المعماري اللي فاهم كل شيء؟ ما يمكنش. كاين الاركيولوج، كاين الانجينيور، كاين الهيستوريان، كاين عدد ديال الاختصاصيين. فخلقت هاد المدرسه هذه في ذاك الاوان. واليوم يمكن لي نقول لكم بانه منذ اكثر من 10 سنوات اظن على انه الحكومه المغربيه قرار من صاحب الجلاله خلقات واحد المدرسه جديده ديال اعاده الهيكله ديال المدن العتيقه ديال القصور في الجنوب. ويمكننا نقولوا على انه من اهم الاشياء. ما بقاتش الدوله فقط كتمشي للمدينه ديال سلا وتاخذ ترمم الجامع الكبير. مدينه سلا دابا الى التجأتي والمشروع الهام اللي ما يناهز تقريبا مليار ديال الدرهم، جميع الازقه جميع البنايات الهائله جميع البنايات المتوسطه يعني المراكز الصحيه المراكز الاجتماعيه او الثقافيه كلها من طبيعه الحال كيخصها هاد المشروع هذا. فما بقيناش فقط مهتمين بالمطار بطريق السيار بالميناء داك الغلاف الهائل اللي كان يخصص خاصة لبعض المشاريع اللي هي سياحية أو اندستريال يعني صناعية إلى آخره. اليوم البلاد خدات واحد الوتيرة جديدة في الصويرة مراكش في الدار البيضاء في الرباط في سلا استسمح إذا ما ذكرتش بعد تجربات أخرى في الصويرة. ولا هذا مشروع من اول اهتمامات الحكومه المغربيه لا مادي من طبيعه الحال. هنا كتوضع العلاقه المباشره اللي كاين ما بين التصميم او مشروع اللي غيدخل في واحد المدينه عتيقه اللي غيرمم المدينه العتيقه اللي غيهتم في بعض البنايات العامه اللي هي رئيسيه. تو ني با باغي دون مدينه. كاين الجامع الكبير، كاين المدرسه، كاين الزاويه، كاين بعض المعالم اللي هي رئيسيه كسائر المدن في العالم. ف يمكن واحد الخطا يمكننا نتفاداوه اليوم الى اعتبرنا بانه مزاويا مع المفعول او المجهود
المادي ديال البني ديال الترميم ديال اعاده الهيكله ديال المدينه العتيقه والمكونات ديالها، الى نسينا المضمون، الوظيفه، البشر داخل هاد المجهود هذا، تظهر لي بانه شيئا فشيئا غنكونوا سالينا الترميم وردينا الاعتبار البنايه، البنايات الازقه الى اخره، ولكن المضمون غنكونوا نسيناه. شنو هو المضمون؟ المضمون هو الحقل الجمعوي. عندي الشرف باش كنمثل كرئيس جمعيه ذاكره الرباط ساله. دونك كندير واحد المجهود اللي هو مهم جدا في تكوين الاف ديال الشباب من يقظه، من مؤطرين، من عدد ديال المحاولات او البرامج اللي كان وضعوا في المدينه باش ردوا الاعتبار لهذا الرصيد، لهذا المكونات اللاماديه اللي يمكن لها، اللي بدونها ما يمكنش ذاكره ديال اي مدينه عتيقه تستمر في المستقبل. اظن على انه هذه المشاريع اللي تدار لازم السلطات والجماعات والمصالح المختصه تنكب على هذا المكون هذا، لانه رئيسي يا ان باش المدينه ما تخواش شيئا فشيئا من السبستانس ديالها، من المكونات الاساسيه اللي هو البشر، ثقافته، الاكل ديالو، الزي ديالو، الحرفيين الى اخره، الناس اللي كيديروا الموسيقى، الناس اللي كيديروا الرقص، الناس اللي كيهتموا بالاطفال الى اخره. فهاد المجهود هذا كنقوموا به هنا مثلا في الرباط وسلا. اسمحوا لي رجعت لهاد ليكسبيريونس، لانه الى ذكرنا لي جورني دو باتريمون، ايام التراث اللي كتنظم سنويا في الرباط وسلا، راه كتجمع تقريبا اكثر من 10,000 زائر في ثلاثه ديال الايام، في الجاردان دي سي، في المدينه ديال سلا، في الودايه، في شارع محمد الخامس، على ابن عبد الله الى اخره، وكذلك في القصبه ديال شله. كيجيو الالاف ديال المواطنين من الرقص، من المسرح الى اخره، وخاصه الناس اللي كياثروا، الشباب اللي كياثروا، دازوا من واحد المنفذ اللي هو التكوين والمعرفه اللي كينشروها. هذا مجهودنا يعني المتواضع اللي كان ساهموا به. اليوم فيما يرجع للتراث والصيانه ديالو. بالرجوع بالعوده الى المهندسين، يعني المدرسه الوطنيه للمهندسين، ما هي افاق يعني متخرج من هذه المدرسه، وما هو يعني ما هي الافاق المفتوحه له في عالم الشغل؟ هذا سؤال دابا خصني نردو لك السيده بشرى. دابا كتحاوري مع واحد المهندس معماري اللي درس اكثر من 17 سنه في مدرسه المهندسين المعماريين، وكذلك اثر عشرات ديال لي طرافو دو فان ديتود، يعني الدبلومات ديال لي نوفو اركيتكت. ولكن كتحاوري كذلك مع اب اللي عنده جوج ديال الابناء مهندسين معماريين. ما شاء الله، ما يخليهم لك. فمن طبيعه الحال فما يرجع لاسماعيل ودريس، كيفيه تلقائيه جاو للهندسه المعماريه، ملي حلوا عينيهم تلقاو المهندسين المعماريين كيتعشاو معنا في الدار، كيسافروا معنا، يعني كيشوفوا هاد المناخده ديال المهندسين المعماريين، فكيفيه تلقائيه مشاو لهاد المصيبه هذه، فهمتي. واليوم واحد منهم خدام معايا في المكتب، والاخر خدام مع الزوجه ديالو، هذا دريس مع جوان، وفتحوا الوكاله ديالهم.
فاللي يمكن لي نقول لكم وهو من فتح المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين في 1980 كان كيتخرجوا من 30 إلى 35 مهندس معماري سنويا. من بعد ولاو تيتخرجوا 100 150 200 300. ف المنتظر على انه في السنوات القليله اكثر من 500 مهندس معماري غيتخرج في المغرب. ما كنتكلمش على المهندسين المعماريين اللي غيدخلوا من الخارج. شنو يمكن لي نقول لكم وهو ان العمل كاين، لان البلاد خدات واحد الانطلاقه قويه في الاستثمارات العموميه وفي الهيكلات البلاد الى اخره. فقط المجال الاداري، ملي تنقول الاداري المجال لو كادر دانتيرفونسيون، الاطار ديال التدخل ديال المهندس المعماري خدا واحد تعطل بزاف من ناحيه ديال الحمايه ديال المهندس المعماري، من ناحيه ديال بعض المهنيين داخل المهنه اللي كيحاربوا من المهنه من الداخل، لانهم تيزولوا المهنه بواحد الكيفيه اللي هي غير شرعيه غير قانونيه. فكذلك من ناحيه ديال تنظيم المباراه الهندسه المعماريه كاين كذلك مشاكل كثيره اللي خصها تحل. فيمكننا نقول لكم بانه لا يمكن اليوم نعتبروا بان المهندس المعماري عنده واحد المستقبل زاهر في البلاد. هذا غلط. الى ما تواكبش واكباتش مزاولة المهنة ديالو بإعادة النظر الشمولية ديال الإطار اللي كيشتغل فيه. وهذا الإطار اللي كيشتغل فيه خصو يتحسن، باش وإلا تحسن ما خصوش يتحسن له هو فقط، خصو يتحسن كذلك الحرفيين كلهم اللي كيدخلوا في أي بناية باش تكون العلاقات، يمكن الواحد يعيش بكيفيه كريمه من الشغل ديالو، ويمكن له من طبيعه الحال يساهم في 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 في, 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 في المتمنيات ديالو وديال عائلته وديال الاطفال ديالو كما ساعدني الحظ باش نقوم بذلك. ما كنفيش على انه انا ما عنديش مشاكل اليوم، ما كاينش هذه، راه ما كاينش في هذه الحاله اكتوالمون، يعني تو لي جون سوفر بوكو دو لا سيتياسيون اكتوال. فكنعقل صاحب الجلاله الحسن الثاني رحمه الله كان استقبل واحد الوفد من المهندسين المعماريين 86. منذ ذلك كان نحيو لو 14 جانفي 14 يناير هذا الاستقبال هذا كحفل ديال الهندسه المعماريه، وكان لي الشرف باش قدمت كرئيس الجمعيه الوطنيه للمهندسين المعماريين والحضاريين. وكان قالنا بانه ما تخافوش من العادات ديالكم والاطار ديال النمو الديموغرافي بين قوسين ديال المهندسين المعماريين. بلادنا عندها غرض بالاف ديال المهندسين المعماريين. هاد الرؤيه كانت جميله جدا، جميله وقويه وصحيحه في التبصر يعني التاريخي ديال المهنه. فاليوم انا عندي واحد لاميرتوم، واحد النوع ديال الحزن، ملي تنشوف على انه كاين العمل، المدن كتنتشر بواحد الكيفيه قويه، والجماليه دائما في الوراء، بحال اللي كان قال الله يرحمه في هاد الاستقبال، قالنا الا لبستي واحد البوندو وحطوكم شي هليكوبتر في اي مدينه من مدن المغرب، يمكن ما يمكن لكمش تفرزوا ما بين الصويره وسلا والرباط
ومراكش واكادير الى اخره، لانه كاين واحد النمط هندسي اللي ما كيتدخلش فيه المعمل عاده، ما كيتدخلش فيه المهندس المعماري، واللي هو ينازيه اكثر من 80% ديال البنايات اللي كتشيد في البلاد. كيفاش بغينا نبقاو غاديين في ذاك الصوره السحريه الجميله التاريخيه ديال الهندسه المعماريه الاصيله، واللي دمجات المكتسبات او التيارات الاجنبيه العالميه، ونبقاو اليوم غاديين بواحد المهنه اللي هي كتقدف وكتدابز مع الزمان. اظن لهذا اظن على انه في الخلاصه اذا سمحتي السيده بشرى، كنقول لكم بانه هذا الشيء كل شيء اللي قلت في نهايه هذا التدخل المتواضع ما كينقش نهائيا من الرؤيه ديالي، من الاراده ديالي، العزيمه ديالي، باش نبقى نساهم كمواطن، كمناضل، كمسؤول على جمعيه هامه، وكمهندس معماري اللي عنده بعض العائلات اللي عايشين معاه، وتيشرفني باش يكونوا كينتميوا لهذه الوكاله المتواضعه. فكنبقى دائما كوفيد با كوفيد، كنبقى دائما قوي في الرؤيه ديالي والخير القدام ان شاء الله. بس فكري كمناضل يساري، ما هي الشخصيه اللي اثرت عليك في اليسار المغربي؟ علي عطا. ممكن تحدث لنا على تجربتك السياسيه؟ قلت لكم في البدايه ديال هذا اللقاء على انه ملي وصلت لباريس كانوا في 74 تقريبا، كانوا عدد ديال التيارات، كان حزب الاستقلال، كان الاتحاد الاشتراكي، كان الى الامام، كانوا 23 مارس الى اخره. ومن بدايتي الراسي زعما، ومن خلال يعني انطباعي الشخصي، عندي اصدقاء في جميع التيارات. ف من طبيعة الحال كنت كنسمع وكنقارن الى اخره سنوات متعدده، شي 5 سنين تقريبا، وانا كنسال كنسول الاخوان ديال الاتحاد الاشتراكي والرفاق ديال التقدم والاشتراكيه والعداد، وهذوك اصحاب الجبل تا هما اللي كانوا طالعين لواحد الوتيره ديالهم كانت تاريخيا خطأت، ولكن ف تلقائيا شخصيتي والتفكير ديالي والكيفيه ديال اللي كنباشر فيها التفكير الشخصي ديالي حول مواضيع الحياه، ادت نقول على انه الموضوعيه، الكيفيه ديال انطباع ديال المناضلين وديال حزب التقدم الاشتراكيه. ف هل لا زال اليوم الفكر اليساري حاضرا في بلادنا؟ اظن انه الفكر اليساري كيتواجد في كل شخص اللي كيعاني من الحياه، هذا فكر يساري. ومادام هاد المحنه كيعاني منها اي مواطن مغربي، كاين نفس ديال اليسار في كل واحد منا. الحاله الحزبيه للتقدم الاشتراكيه حاليا اظن على انه كل موضوعيه. بطبيعة الحال عندي علاقه مع الحزب اللي هي لان انخرطنا السي نبيل بن عبد الله الامين العام ديالنا، الزوجه ديالي والسي والرفيق رشيد اندلسي مهندس معماري، وحييه من هذا المنبر وكندعي له بالنجاح في المهمه الصعبه والجميله كذلك بشريا ديال رئيس فريق الرجاء ديال الدار البيضاء. فرشيد اندلسي رفيق الدرب، رفيق المهنه، لان عندنا اشغال يعني كنعملوها بجوج في الهندسه المعماريه، ابي رقراق مثلا، والعدد ديال المنشات اللي صوبنا جميع
وكذلك بعض العدد ديال المدن المغربية. فيمكن لي نقول على أنه منذ ذلك الحين يعني أكثر من أظن 45 سنة كان خيرات ديالنا في الحزب، فتحنا الشرف رشيد الأندلسي وعبد ربه باش نبنيو ونساهموا في إنشاء مقر ديال الحزب هنا في حي الرياض في الرباط. وهذا بدون شك لا الرشيد ولا ليا ما كيردش الحزب ولو 10% ديال الحيوية ديال التبصر ديال الأخلاق السياسية والمهنية اللي أعطانا حزب التقدم والاشتراكية. كيف ترون مستقبل التقدم والاشتراكية في يعني في الانتخابات المقبلة؟ نعيطوا لسينا بلا عضو اللجنة المركزية. أكيد أنتم يعني عضو اللجنة المركزية. نعم أنا تفضلي تفضلي مرحبا مرحبا. طرحوا لك بعض الأسئلة المحرجة شوية ما علاش لالا غتعتبروا بأنه كاين اون ديفيكولتي ا بارلي دو لا في بوليتيك؟ بالعكس لالا، هذا أنا كيشرفني بالدرجة الأولى أنكم تسألوني على المسار السياسي ديالي المتواضع اللي عطيت الحزب واحد القسط من حياتي ماشي سهل، واللي اون روتور يعني استفدت من الرؤية ديال المناضلين من عزيز بلال من خالد ناصري من نبيل بن عبد الله سي عمر الفاسي عبد الله العياشي عبد السلام ورقية والعداد كلهم ناس اللي تحلي الشرف وعلى رأسهم طبيعة الحال علي عتا. المستقبل ديال حزب التقدم والاشتراكية يمكن نقول لكم بكل موضوعية اليوم إلا ما كنتش اعتبروني ماشي مناضل لحزب التقدم والاشتراكية، تظهر لي بأنه الحزب اللي كيجمع كل ثلاث في العشية الديوان السياسي ديالو هو حزب التقدم والاشتراكية، ولا غدا تيصدر البلاغ الصحفي حول اي شيء وقع منذ في الاسبوع المنفرد وتياخذ عليها من طبيعه الحال. يمكننا نقولوا لانه مالوغوزمون وان كان مع القاسم الانتخابي اللي اليوم تمت المصادقه عليه وايضا مع المقاطعه للشباب وبعض الفئات من المجتمع التي اعلنت مقاطعتها للانتخابات، مقاطعات ديال الانتخابات انا في نظري خطا نقاطع عقد في داركم اش قضينا انت انقطعت شنو هو المسار ديال هاد؟ غتخلي من طبيعه الحال الطرف الاخر حر ديال حاله، سي با اون سوليسيون، ولكن من طبيعه الحال هاد الشباب ما جاوش ينقطعوا لانه ما استطعناش انه المجتمع ديالنا الاحزاب برمتها والهياكل الدوله كذلك ما عرفناش كيفاش ندمجوا هاد القوه الجميله جدا، والحرفات في الفيسبوك الحرفات في اليوتيوب الحرفات في عدد ديال الامور اللي هي ما بدون افاده. تصوروا دابا كون كانت هاد الفئات الهائله ديال الشباب ديالنا كلها منخرطه في احزاب اللي يمكن نحلموا مثلا يكونوا عندنا خمسه سته ديال الاحزاب كل وحده كتلغي بلغاها وتكون قويه بالشباب ديالها وتكون من بعد، لان في الحزب ايتان ترامبلان هومان مانيفيك كونت اون دو بوز انتيليكتويل كونت اون دي جون بروبر كونت اون دو بو ميليتان كي ريفليشيس ا لا في دون لي دومين كي لي كونسيرن. اقول على انه كاين يعني مدرسات متتاليه، ولكن اليوم واش عندنا هذه الفرصه هذه
ما نظنش، ما يمكنناش نكونوا مثلا لحد الان دابا اظن مازال ما علمنا على يعني يعني الميعاد. ف بيرسونيلمون كنشوف حتى مع ولادي صعيب بزاف باش تحبب يعني فيهم السياسه وفهم السياسه، يعني سي تري ديفيسيل. بورتون ما عاشوا في هذا الشيء في الدار، مهم انا خاي نبيل الاصدقاء رفاق اللي كيجيو للدار الى اخره، الانشطه المؤتمرات اللي ساهمت فيها بكيفيه قويه، خاصه في التنظيم في التنظيم وتنظيم القاعات واللوجيستيك الى اخره. ف اليوم اللي تيبان ليا هو مصاب كون واحد العدد اكبر من الاحزاب السياسيه تقوم بهاد الوعي، تقوم بهاد المجهود باش نردوا الاعتبار للشان السياسي والمساهمه ديال الشباب خاصه، وكذلك الثقه ديال المواطن. ثقه المواطن اليوم صعيب يعني سي لون باركور، ما بقاش. واش دابا حنا غنمشيو نقولوا للسياسيين المواطن مشيو نفهموه شنو هو الفرق ما بين امريكا واسرائيل، ولا ما بين الاورو ولا ليفغ انجليز، ولا هادشي حنا ما فيهش. حنا دابا يلا المجهود اللي خصك دير هو تقنعو بعدا باش تهضر له على السياسه، باش يشارك في الانتخابات ويشارك في الحياه العامه. ولا تيقول لك هذاك تيدير السياسه ما يصلحش. واش ما يصلحش؟ على الناس اللي حروا البلاد، على الناس اللي ماتوا وتعدموا، اش كانوا تيديروا؟ كانوا تيلعبوا البي، كانوا تيلعبوا الكارطه، كانوا مضحيين وداروا السياسه وكافحوا وطلعوا الى اخره، وجات حكومه التناوب من بعد استقلال الى اخره والمجهودات كلها. فاليوم حنا منعتمين هاد الامر هذا، يعني نقطه استفهام من اظن من اصعب الاشكاليات اللي عايشها بلادنا. فعلا هناك أزمة الحزب السياسي في المغرب، وأيضا أزمة الناخب. سألقي عليك بعض الأسماء وفي كلمة واحدة لكم الإجابة. سي علي يعزة فيه الكل. مولاي إسماعيل العلوي صديق مناضل إلى غاية الآن، من أجمل الشخصيات اللي كيتميز بها هذا البلاد. السي خالد النصيري صديق كذلك، فنان في الرؤية، فنان في تبشير المواقف، في التحليل، مدرسة ما بين المدارس. السيدة يعني نزهة سقلي كذلك صديقة. نزهة سقلي سي اون امي تري شير اللي يعني واكبنا نضالات كثيره، ما تفهمناش يمكن على كل شيء، ولكن سي اون دي دام لي بلو ريسبكتابل دو سو باي، دام اونتيير اللي حامله الشعله ديال المراه وديال العداله الاجتماعيه، مراه محترمه. الامين العام الحالي سي نبيل بن عبد الله. سي نبيل بن عبد الله شنقول لك؟ سي نبيل بن عبد الله انخرط في الحزب بعد ما انخرطت فيه انا، يعني يعني انا العزيزو. فما بطبيعه الحال ملي كانت لي بهذه الحقيقه التاريخيه ماشي كيتقلق، ولكن ما كيفضل ما نقولهاش، ولكن سي لا في، جو سوي سون ايني، وتقربت من الحزب قبل منه، ولكن خرطنا في نفس اليوم. ف
أظن بكل موضوعية. كان عندي في الدار هذه يومين، نهار السبت تغدى عندي في الدار. جو فوز اسيغ، لا اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، وكان انسان غريب جدا في القوه ديال القوه ديال العمل ديالو والصمود والحزم في المشروع، وكذلك في الانفتاح وفي البسط وفي الحياه وفي الصداقه وفي وقريب قريب قريب جدا. ما يمكنكمش الا كان يتغدى عندي نهار السبت، يمكن عيطوا له شي 10 ديال الناس في ذاك الساعتين ولا 3 سوايع اللي دوز معانا. كل واحد منين؟ كل واحد منين؟ يعني من ذاك المناضل اللي عنده مشكل ديال الدواء، واللي عنده مشكل ديال شي دار غتريب عليه، والناس يعني ما يمكنلوش ما يواجبش، وما يمكنلوش الا دقيتي في بابه ما يديرش واحد المجهود باش يحاول يقلص من المحنه ديال اي شخص كان. يعني واحد السيما الله يحفظه والسلام. من رب العالمين. استاذ فكري بن عبد الله، كنشكرك على هذا اللقاء الجميل جدا، وهذا البوح، وهذا القلب المفتوح لنا ولجريده اصوات. شكرا لك. بارك الله فيكم. شكرا. الى اللقاء. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.